إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل معكم دروس الرياضيات، واليوم درس حساب المساحات. إذن فيما يخص هذا الدرس فهو يفيد المستوى الخامس والمستوى السادس، وأيضا سيفيد المستوى الرابع حسب الطبعة الجديدة. إذن لدي في التمرين الأول، لاحظ ثم أحسب مساحة كل من الأشكال التالية. لدي A B E F، A B E F مربع، ثم B C D E مستطيل، ثم B E F مثلث قائم الزاوية. إذن أول شيء سنبدأ به هو المربع A B E F، ثم نمر للأشكال الأخرى. إذن كي أحسب مساحة أكتب S تساوي A في A فيما يخص المربع. A تعني الضلع، S المساحة الفرنسية سيرفاس. إذا سأعاود A كم لدي في A؟ تابعوا معي، هنا لدي أضلاع المربع كلها متقايسة، وهنا بين A و B 6 سنتيمتر، إذن كل ضلع في المربع يساوي 6 سنتيمتر، إذن سأضرب 6 في 6 تساوي 36 الوحدة سنتيمتر، إذن هنا سأكتب أيضا سنتيمتر ثم مربع، لأني عندما أضرب السنتيمتر في السنتيمتر فأنا أحصل على سنتيمتر مربع. سأمر لمساحة الشكل الموالي، لدي بي سي دي أو، بي سي دي أو، إذن المستطيل S تساوي L كبيرة في L صغيرة، L كبيرة هي الطول، أما L صغيرة فهي العرض. إذن سأرى كم يساوي طول هذا الشكل، إذن مستطيل هذا هو الطول يساوي 13 سنتيمتر في العرض. إذن انتبهوا معي جيدا، العرض هو نفس الضلع الذي يتكون منه المربع، وقلنا بأن أضلاع المربع متقايسة، إذن هنا ستكون لدي 6 سنتيمتر، إذن سأضرب في 6 تساوي 6 في 3 تساوي 18، سأكتب 8 واحتفظ بواحد، ثم 6 في 1 6 زائد 1 7، إذا تساوي 78 سنتيمتر مربع. ثم سأمر للشكل الموالي B E F، لدي هنا مثلث قائم الزاوية، إذا S تساوي B، انتبهوا معي جيدا لقاعدة المثلث، في H قسمة 2، أقسم على 2 لماذا؟ لأن هذا شكل غير مكتمل، نصف المربع، اتفقنا؟ إذا هنا B المقصود ب ب القاعدة، قاعدة المثلث، والمقصود ب اش الارتفاع، الارتفاع. إذا تساوي، سأعاود كم لدي في ب، إذا هذه هي ب قاعدة الشكل، ثم الارتفاع، هذا هو الارتفاع ب، إذا ب تساوي 6، وأيضا ارتفاع المثلث أيضا يساوي 6، إذا 6 في 6 قسمة 2 تساوي 36 قسمة 2 تساوي 18 سنتيمتر مربع. عندما أقسم 36 على 2 فسأحصل على 18. سأمر الآن للتمرين الثاني، سأكتب 2 هنا التمرين الثاني. إذا أحسب مساحة الشكلين، إذا لدي متوازي الأضلاع ومعين. إذا فيما يخص متوازي الأضلاع قاعدته تكتب على هذا الشكل، S تساوي ب كبيرة في اش، اش قلنا ارتفاع، ثم هنا ب قاعدة، و اس مساحة، إذا تساوي، سأعوض ب، لدي ب هنا 9، إما تكون هذه القاعدة أو هذه القاعدة، نفس الشيء، 9 سنتيمتر في ارتفاع، انظر معي الارتفاع، اش 7 سنتيمتر، تساوي 7 في 9 تساوي 63 الوحدة سنتيمتر مربع، إما تكون لدي هنا السنتيمتر أو المتر أو الديسيمتر على حسب. الوحدة الموجودة لدي هنا سأكتبها هنا أيضا، ثم أكتب مربع. سأمر للمعين، إذا S تساوي D كبيرة في D صغيرة قسمة 2،
دي صغيرة تعني القطر صغير، دي مينيسكول، وهنا دي ماجسكول القطر الكبير. الأمر بسيط جدا، تساوي فيما يخص القطر الكبير دي، لأن هذا هو القطر الكبير، لأن يساوي 15. انظروا للسهم، لأن هذه المسافة كاملة تساوي 15 ديسمتر. انظروا للوحدة، دائما نركز على الوحدة، 15 في 8 على 2. إذا 8 في 5 تساوي 40، سأكتب الصفر وأحتفظ بأربعة. 8 في 1 8 زائد 4 تساوي 12 قسمة 2 تساوي، إذا الذي هي 120 قسمة 2 تساوي 60 الوحدة ديسيمتر مربع. انظر ديسيمتر ديسيمتر، إذا هنا ديسيمتر مربع. إذا سأمر لإعطائكم تمارين أخرى كي نتمرن أكثر على مساحة الأشكال الاعتيادية. إذا حقل على شكل مستطيل طوله 145 متر وعرضه 80 متر، احسب مساحته بالمتر مربع. ثم إذا علمت أن صاحب الحقل يريد بيعه ب 120 درهما للمتر مربع الواحد، فاحسب ثمنه الإجمالي. إذا في بعض الأحيان أجد مثل هذه التمارين، أو يعطيني هذه المعلومة، حقل على شكل مستطيل يعطيني الطول والعرض، ثم يقول لي احسب، إذا علمت أن صاحب الحقل يريد بيعه بالمبلغ الفلاني للمتر المربع الواحد، احسب ثمنه. في هذه الحالة يجب علي أن احسب المساحة أولا، ثم أمر لحساب المبلغ الإجمالي. لأن هنا أيضا أول شيء سأقوم به هو سأحسب مساحة الحقل. إذا S تساوي L كبيرة في L صغيرة، تساوي إذا الطول في العرض، الطول الذي هي 145، أما العرض فالذي هي 8 تساوي، يعني هنا سأنجز العملية، 145 في 80، 0 في 5 0، 0 في 4 0، 0 في 1 0، ثم سأضع النقطة. لماذا؟ لأني سأمر إلى العشرة. 8 في 5 40، سأكتب 0 وأحتفظ بأربعة. 8 في 4 تساوي 32 زائد 4 تساوي 36، أكتب 6 وأحتفظ بثلاثة. 8 في 1 8 زائد 3 تساوي 10 11، ثم أنجز عملية الجمع. 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 0، 6 زائد 0 6، 1 زائد لا شيء 1، 1 زائد لا شيء تساوي 1. إذا ثمن أو مساحة الحقل هي 11600. 11600 متر مربع. ثم سأمر الآن لأحسب ثمنه الإجمالي. إذا مساحة هذا الحقل هي 11600 متر مربع. صاحب هذا الحقل يريد أن يبيعه ب 120 درهما للمتر المربع الواحد. أنا لدي 11600 متر مربع، إذا سأخذ 11600 متر مربع وسأضربها في 120 درهما، ثم سأنجز العملية لأرى على كم سأحصل. إذا 11600 في 120، إذا 0 في 0 0، 0 في 0 0، 0 في 6 0، 0 في 1 0، 0 في 1 0. إذا سأنتقل لـ 2، و 2 يوجد في العشرات، إذا سأضع نقطة هنا في الوحدات. 2 في 0 0، 2 في 0 0، 2 في 6 12، أكتب 2 وأحتفظ بواحد. ثم 2 في 1 2 زائد 1 3، ثم 2 في 1 تساوي 2. سأمر للمئات، إذا سأضع نقطتين، نقطة في الوحدات ونقطة في العشرات. ثم 1 في 0، أكتب 0 في المئات. 1 في 0 0، 1 في 6 6، 1 في 1 1، ثم 1 في 1 1. ثم سأنجز عملية الجمع في الأخير. 0 زائد 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 زائد 0 0، 0 زائد 2 زائد 0 تساوي 2، 0 زائد 3 زائد 6 تساوي 9، 2 زائد 1 تساوي 3، ثم 1 زائد لا شيء تساوي 1. إذا المبلغ الإجمالي لبيع هذا الحقل هو 1,392,000 درهم. ثم سنكتب جملة مفيدة. إذا ثمن بيع
الحقل هو 1,392,000 درهم. ثم سأمر معكم لتمرين آخر. إذن في التمرين الرابع، منزل على شكل مربع طول ضلعه 20 متر، بداخله مسبح على شكل معين، حيث طول قطره الكبير هو 14 متر وطول قطره الصغير هو 12 متر. أحسب مساحة المنزل ثم أحسب مساحة المسبح. إن على بركة الله، لأن فيما يخص مساحة المنزل لدي المساحة المنزل الذي المنزل على شكل مربع، إذن سأبدأ باستخدام مساحة المربع. S تساوي A في A تساوي، لأن S قلنا هي المساحة، سيرفاس A هو الضلع، A إذن هو الضلع، إذن الضلع في الضلع، إذن ضلعه يساوي 20 متر، إذن سأضرب 20 في 20 تساوي. إذن سأبسط معكم الأمور وسأنجز العملية كي تتمكن من معرفة من أين حصلنا على الخارج. إذن صفر في صفر صفر، صفر في اثنان صفر، ثم اثنان في صفر صفر، اثنان في اثنان تساوي أربعة، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر صفر، أربعة زائد لا شيء أربعة، إذن 400 متر مربع، إذن هذه هي مساحة المنزل. ثم مساحة المسبح، هذا المسبح على شكل معين، في المعين كي أحسب مساحته يجب علي أن أحصل على طول القطر الكبير وأيضا القطر الصغير. إذن مساحة المسبح هي، إذا سأحسب مساحة المعين، S تساوي T كبيرة القطر الكبير في D صغيرة أو ما يسمى بالقطر الصغير قسمة 2 تساوي، إذن القطر الكبير لدي 14 في القطر الصغير 12 ثم قسمة 2، العدد الذي سأحصل عليه سأقسمه على 2، إذن 14 في 12، 2 في 4 8، 2 في 1 2، ثم سأضع النقطة لأني سأمر للعشرات، 1 في 4 4، 1 في 1 1، إذن 8 2 زائد 4 6، 1 زائد لا شيء 1، إذن 168 قسمة 2 تساوي، إذن سأخذ 168 وسأقسمها على 2، إذن 1 أصغر من 2، إذن سأخذ رقمين، 16 كم فيها؟ من 2، فيها 8، 8 في 2 تساوي 16، سأنجز عملية الطرح، 6 ناقص 6 صفر، 1 ناقص 1 صفر، أقوم بإنزال 8. من 8 كم فيها من 2؟ سأضرب 2 في 4 وسأحصل على 8 تساوي 0. إذن مساحة المسبح هي 84 متر مربع. إذن سأعطي مثال آخر. في التمرين الخامس، تم حفر حوض على شكل متوازي الأضلاع، قاعدته 9 متر وارتفاعه 7 متر وسط حديقة مستطيلة الشكل كما هو مبين في الرسم. الذي مستطيل بداخله متوازي الأضلاع، لن أحسب المساحة القابلة للزراعة. إذن أول شيء سنقوم به هو حساب مساحة المعين. إذن أو مساحة، إذن أول شيء يجب علي القيام به هو حساب مساحة متوازي الأضلاع. إذن S تساوي B في R، القاعدة في الارتفاع، قاعدة وأنا قاعدته هي 9، سأخذ 9 في ارتفاع وهو 7 تساوي، 7 في 9 تساوي 63 متر مربع. ثم سأحسب مساحة المستطيل الحقل، إذن S تساوي الطول في العرض، L كبيرة في L صغيرة تساوي 18 في 14 تساوي 18 في 14، 4 في 8 32 سأكتب 2 وأحتفظ ب 3، 4 في 1 4 زائد 3 تساوي 7، ثم أضع النقطة في الوحدات لأني سأمر إلى العشرات، 1 في 8 8،
واحد في واحد واحد، ثم سأنجز عملية الجمع. 2 زائد 0 تساوي 2، 7 زائد 8 تساوي 15، اكتب 5 واحتفظ بواحد، 1 زائد 1 تساوي 2. إذا مساحة هذا المستطيل أو هذا الحقل هي 252 متر مربع. إذا المساحة الإجمالية هي 252 متر مربع، لكن داخل هذه المساحة توجد مساحة متوازي الأضلاع. نحن نريد أن نتمكن من معرفة المساحة القابلة للزراعة هنا. بطبيعة الحال هذا الحوض مملوء بالماء، لا يمكننا أن نزرعه. إذا ماذا سأفعل؟ يجب علي أن أخذ المساحة الإجمالية وأطرح منها مساحة متوازي الأضلاع. إذا سأخذ 252 ناقص 63 تساوي، إذن سأنجز العملية، مئتان واثنان وخمسون ناقص 63، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات. لدي 2 ناقص 3، لا يمكن، استلف 10 وارد السلف، اصبحت لدي هنا 12. 12 سافككها ل 10 زائد 2، 10 ناقص 3 تساوي 7 زائد 2 تساوي 9، ثم 5 ناقص 7 لا يمكن ايضا، ساستلف 10 وارد 1. 15 ناقص 7، انا ساخذ 10، 10 ناقص 7 تساوي 3، ثم ساضيف 5 تساوي 8، ثم 2 ناقص 1 تساوي 1، إذا 189 متر مربع. ثم سأكتب جملة مفيدة، المساحة القابلة للزراعة هي 189 متر مربع. إذا في التمرين السادس أحسب مساحة الأشكال التالية. إذن أول شكل لدي هنا هو شبه منحرف متساوي الساقين، إذا مساحته تكتب على هذا الشكل. إذا S تساوي B كبيرة زائد B صغيرة في H قسمة 2. إذن هنا B كبيرة نقصد بها القاعدة الكبرى، ثم B صغيرة المقصود بها هو القاعدة الصغرى. القاعدة الصغرى، ثم H الارتفاع. إذن لدينا القاعدة الكبرى، قاعدة الصغرى، ثم الارتفاع هنا. إذن سأعوض تساوي، إذا B كبيرة لدي 14 زائد القاعدة الصغرى لدي 6، ثم في الارتفاع الذي يساوي 4 قسمة 2 تساوي، إذن 14 زائد 6 تساوي 20، 20 في 4 تساوي 8، و 8 قسمة 2 تساوي 40 الوحدة سنتيمتر. إذن سأكتب سنتيمتر مربع، إذن 40 سنتيمتر مربع. فيما يخص شكل موالي المثلث، إذن لدي هنا S تساوي، إذا سبق لنا رأينا قاعدة المثلث، إذا B في الارتفاع قسمة 2 تساوي، إذا B قلنا هي القاعدة الذي يرتفع في القاعدة في الارتفاع الذي هو 6 قسمة 2 تساوي، إذا 9 في 6 تساوي 54 قسمة 2 تساوي، إذا 54 قسمة 2 تساوي 27 سنتيمتر مربع. ثم سأمر للمثالين الآخرين، لأن لدي معين ثم شبه منحرف قائم الزاوية. إذن فشبه منحرف لدي نوعين، إما شبه منحرف متساوي الساقين أو شبه منحرف قائم الزاوية، لكن نفس القاعدة نطبقها. إذن قاعدة أو مساحة المعين تساوي دي كبيرة بمعنى القطر الكبير في دي صغيرة القطر الصغير قسمة 2. لدي في دي كبيرة 18 في 7 قسمة 2 تساوي، 7 في 8 تساوي 56، 7 في 1 7 زائد 5 تساوي 12، إذا 126 قسمة 2 تساوي 63 سنتيمتر مربع. ثم سأمر للشكل الأخير، إذا لدي شبه منحرف قائم الزاوية، إذا S تساوي ق
القاعدة الكبرى زائد القاعدة الصغرى في الارتفاع قسمة 2 تساوي القاعدة الكبرى لدي 13 زائد القاعدة الصغرى 6 في الارتفاع 7 قسمة 2 تساوي 13 زائد 6 تساوي 19 19 في 7 قسمة 2 تساوي إذن 7 في 9 تساوي 63 سأكتب 3 واحتفظ ب 6 7 في 1 7 زائد 6 تساوي 13 قسمة 2 133 قسمة 2 تساوي 66.5 سنتيمتر مربع. إذن وبهذا أكون أنهيت مساحة الأشكال الاعتيادية فيما يخص المثلث والمربع والمستطيل والمعين ومتوازي الأضلاع وشبه منحرف إما قائم الزاوية أو متساوي الساقين. لأن هذا الدرس يفيد المستوى الخامس والمستوى السادس، إلا أن لدى المستوى الخامس لا يوجد لديهم شبه منحرف، فقط الأضلاع الأخرى. إذن أتمنى أن ينال الشرح إعجابكم وأن يفيدكم هذا الدرس، وإلى درس آخر.